الآباء والأمهات يملؤون الاستمارات ويرجعونها للمؤسسات بعد اختيار نمط التعليم المرغوب فيه لفلذات أكبادهم. أغلبية الأسر بورزازات تتوجه نحو التعليم الحضوري شريطة توفر شروط السلامة الضرورية، فيما المدارس تستعد عبر تعقيم الأقسام وتحقيق التباعد في المكان. يعني تنطلبوا بالتعليم يعني بالخيار البيداغوجي ديال التعليم الحضوري من طبيعة الحال بظروف صحية سليمة اللي دعت لها يعني الوزارة، وهو البروتوكول الصحي. الأغلبية كتختار الحضوري، وبالتالي تفرض علينا أنه خصنا ناخذ إجراءات للحفاظ على السلامة ديال التلامذ والأطر التربوية والإدارية. وأعتقد أنه احنا عندنا الآن جمع عام ديال الأساتذة، باش الكل خصو ينخرط في هاد الإجراءات، لا من حيث التحسيس ولا من حيث إنجاز الدروس. في العالم القروي أو الحضري، الآباء من سيحددون نمط التعليم عن بعد بالتناوب أو حضوري. الأطر التربوية والإدارية تتحمل المسؤولية في التأطير والمواكبة وتقديم المقترحات كنظام التفويج. ديال ناخذ مثلا قسم في كل ولا فوج، قسم كنقسموا على جوج، كيكون جوج الافواج، بالتالي غادي نحاول نشوفوا كل فوج في كل اسبوع، وهكذا غادي يكون التباعد، حيت شفنا مع السيد المدير دابا في القاعات كاين تباعد وحتى احترام التدابير الاحترازيه. المؤسسات مستعده ولها من الامكانيات ما يستلزم تطبيق هذا النمط التعليمي، والسادة أطر التأطير والمراقبة التربوية مستعدون للتأطير ومصاحبة الأساتذة ورؤساء المؤسسات التعليمية للتطبيق الأنجع لهذا النمط. وكيفما كانت الصيغة المتفق عليها في التعليم، فالتخوف يظل كبيرا في ظل انتشار جائحة كورونا، تخوف لا يحد منه إلا اتباع التدابير الاحترازية سواء داخل المنازل أو وسط الفصول الدراسية.